لازم تكون في مواصفات جيدة، لأن احنا ما يكونش في مكان مخزن في مكان تعرض لدرجات حرارة عالية، وما يكونش فيه تعرض للضوء، وما يكونش فيه تعرض للأكسجين، نخلي المعون مفتوح بيدخل الأكسجين بنساعد على تأكسد الطبقة الفوقية للذات، وكل ما كان خليناه مفتوح كل ما بتزيد نسبة الأكسجين اللي بتدخل وبتسبب في تأكسد الذات ويصبح الذات عالي الحموضة، وبالتالي يصبح لا صالح للاستهلاك البشري. هنا ناخذ فكرة على المواصفة القياسية اللي بيها الرقم اللي أشرت لها اللي اسمها زيت الزيتون المعدل الطعام، وهذه المواصفة بيصدرها مركز المواصفات والمعايير الليبية اللي هي الصنف والمناخ والتربة. الصنف كما أشرت الأصناف، احنا عندنا مازال 70% من مقومات الجودة في يدينا، احنا نقدر نتحكم فيها لكي نحصل على زيت شني عالي الجودة. فالبوليفينول المركبات الفينولية اللي مفيدة جدا للصحة ولشني قلنا لغسل ما يوجد في الشرايين من أشياء، فهي شوف هنا في 809 الصنف عالي جدا في المكونات هدية اللي هي بتستفيد منها في الصحة. ثبات الزيت، الحقيقة هذا الموضوع حساس جدا، ويقول لك زيت الزيتون ما تقليش فيه، راهو كان تقلي في زيت الزيتون راهو تسخنه راهو يصبح غير صالح للاستهلاك البشري. يقعد ممكن نخلوه على الشجره ونلقطوا او نجنوا الاصناف اللي بتتساقط بسرعه عند مثلا 300 جرام، عندما تصل لحوالي 300 جرام قوه الشد، يعني باش نمحي التمره من على الغصن حوالي تحتاج الى 300 400 جرام. فاحنا نجنوا فعلا لان هنا معظم التمار نسبه كبيره منها تتساقط على الارض، وكل احتمال متساقط على الارض شنو بتكون الزيت نتاعها بيكون رديء او قليل الجوده. نحصل على نسبه زيت عاليه في نهايه الموسم، ولكن جوده الزيت اللي هي حديثنا اليوم بتكون قليله في هذه المعاملات. ليش استعمال الصناديق البلاستيكيه بطريقه صحيحه؟ استعمال الاكياس العلف، احنا بنشيلوا في الشكاير العلفه والخشه هذه اللي تؤثر على جوده الزيت. نقش مركز نفسك منها ونقول هاي التمار عباره عن تعفن وبكتيريا وفطريات، وهذه البكتيريا على فكره بتفرز السموم، هذه السموم وين تمشي؟ بتمشي للزيت اللي احنا نستهلكوه مستقبلا. هذه طريقه واحده من طرق في المعاصر. هذه المشكله بتاع البطريات والبكتيريا كما شرط بتفرز السموم في الزيت، وفي واحد صاحب معصر قال لي راهم خلوا فيه بالعين احنا باش يوصلوا لهذه المرحله، ثقافه سيئه جدا. هذه الطريقة الصحيحة لنقل ثمار الزيتون، وهذا برنامج هذا المنظر والتداول هو موجود في معظم المعاصر اللي موجودة في ذروة فيها بشكل عام، هذا عبارة عن جرقات توت، هذا ماشي راهو معزل روتين حتى هو، أنت شوف الكروسوب اللي هذه ثمار الزيتون شوف ارتفع درجة حرارة المية أثناء الاستخلاص، كل ما انغسلت هذه المواد ولا يبقى إلا دهن قريب من دهن الحيوان في بعض الاحيان احنا اللي بنستهلكوه، هذا الشرط. شوف هذه مثلا 30 لا تتعدى هذا الزيت عالي الجوده، اذا احنا طبقنا العمليات بالطريقه الصحيحه اللي احنا بنا عليها. الزيت الواحد من الاشياء اللي هي اللون، هذه مجنيه في نفس الموعد عباره عن هذا الزيت صنف تختلف الاصناف في اللون كما شرط وطعم الرائحه، هذه من خصائص الصنف نفسه. طرق تخزين الزيت برضه حطيها عدم استعمال الاوعيه البلاستيكيه، استعمال الخزانات غير قابله للصرف، ستانلي ستيل هي الاساس في عمليه التخزين، عدم تعرض الزيت لدرجات حراره عاليه. طرق التخزين هي الاوعيه البلاستيكيه، الخزانات هذه خزانات الحديد هذه جايبين فيها مواد كيماويه وبعدين نحطوا فيها الزيت حتى تنتقل هذه المواد. مثلا عندنا يجب ان يكون عندنا وضع خطه تنمويه تتكاتف فيها جهود كل الاجهزه ذات العلاقه، تكون محددة لمدة مع رصد الأموال اللازمة لتحقيقها، وتوجد بوادر